أعلنت وزارة الإعلام حصول إذاعة الكويت على المركز الأول في تصنيف وعدد ساعات البرامج في الاجتماع السنوي للهيئات الإذاعية والتلفزيونية العربية المنعقد بالجزائر، مسجلة رقما قياسيا بلغ 20 برنامجا. يذكر أن اجتماع اتحاد إذاعات الدول العربية السنوي الدوري المشترك في العاصمة الجزائرية تناول محاور ونقاشات عدة بحضور المدير العام للاتحاد عبد الرحيم سليمان وحضور ومشاركة ممثلي دولة الكويت.